نشوف اللي تقريبا كل الشركاء حاضرين هنا فيما يخص الدرك الوطني وكل الاعداد المستعمله، كذلك الحمايه المدنيه، الشرطه اللي حضورهم لهنا راح يعطي نفس جديد في هذه عمليه التحسيس، كذلك عمليه التبرع بالدم. شفنا تقريبا ان كل الشركاء حاضرين هنا بوثائق تبرز اهميه السلامه المروريه داخل في اوساط الشباب. تكون الفائده عامه يعني. الملاحظ ان راكم تشوفوا بلي ان المطربسين تاعنا راح يديرهم يتسائلوا هذا لاش يليق ويشوفوا الصور المعبره، لان الصور اللي نحن نشوفوا فيها هنا معبره. كذلك حضور الدرك الوطني اللي تعاملوا معاه بزاف فيما يخص التكوين، فيما يخص تحسيس المتربصين، فيما يخص السلامه المروريه. تشكرتنا لكل اللي شاركوا معنا في هذه التظاهره، نتمنى ان المنفعه تعم اوساط الشبان تاعنا، وشكرا.